من هو الذي يجلب الذل لنفسه؟ هو الذي يشتكي لغير الله. وما هو الصعب؟ وما هي القسوة؟ الصعب هو أن تضحي بكل الناس من أجل شخص واحد، والقسوة هو أن يخذلك هذا الشخص ناكرا كلما ضحيت به. وما هو الشيء الذي لا يقبل التجزئة؟ هي الثقة، إما تعطى بالكامل أو تسلب بالكامل. وما هي أفضل الأمانة؟ الوفاء بالعهد. وما هو أفضل العفو؟ العفو عند المقدرة. وما هو أفضل المعروف؟ إغاثة الملهوف. وما هو أفحش الظلم؟ ظلم الضعيف. وما هو رأس الجهل؟ معاداة الناس. ما هو الشيء الذي أوله جنون وآخره ندم؟ هو الغضب. ومن هو أكرم الناس؟ هو من جاد على من لا يرجو ثوابه. ومن هو أقوى الناس؟ هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وما هو جواز المرور إلى كل القلوب؟ الكلمة الطيبة. ومن هو الحكيم؟ هو من اتعظ بغيره